بسم الله الرحمن الرحيم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الرحمة على شهداء ثورة العزة والكرامة، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية للأسرى والمعتقلين، والخزي والعار لعصابات الأسد الطائفية ومن يقف معهم ويتآمر على شعبنا. وردا على هذا النظام المجرم، نعلن تشكيل كتيبة أبناء الوليد بقيادة النقيب محمد الشيخ وانضمامنا وتأييدنا للمجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سوريا، ونتعهد بالدفاع بكل ما نملك من قوة عن أهلنا المتظاهرين ضد النظام المجرم وضربه في كل مكان من سوريا، حتى يتم القضاء على الظلم والطغيان وتحقيق أهداف شعبنا النبيل وحريته واستقلاله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وعاشت سوريا حرة أبية. أنا الملازم أول إياد عيسى أعلن عن تشكيل سرية الشهيد عبد الرؤوف المؤذن. أنا الملازم أسامة قدور أعلن عن تشكيل سرية شهداء أهل عرابي. الله أكبر الله أكبر.